حكم جديد تصدره المحكمة الجزائية في ألاج يؤكد الحكم السابق بسجن رئيس حركة إيرا ونائبه ورئيس منظمة كاوتال لمدة سنتين. وسط حضور جماهير وناشطين في إيرا ومناصرين لها، حركة إيرا انتقدت بشدة سير المحاكمة وسخرت من الإصرار على إقامتها في غياب المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع. هذا القاضي ما هو القاضي الطبيعي اللي الله يعودوا يحاكمهم، وهي مجرد مهزلة سياسية معدلها محمد عبد العزيز لإرضاء مناصرين من الاستعباديين والعنصريين. ونحن هذه المهزلة السياسية ما أننا مقابلين على أن نشاركوا فيها، نحن كمتهمين هما كمتهمين والدفاع هم اللي. واتهمت حركة الحر النظام بالسعي لمطاردة قادة إيرا وتلفيق التهم لهم، وأكدت أنها لم تتفاجأ من صدور هذا الحكم. هذا الحكم طبعا احنا ما يفاجئنا به، اللي ذاك اللي عدل في القوارب ما كان حكم ولا كان مؤسس ولا كان عنده معنى ولا كان عنده سبب، إذن عن كان حكم جائر. إجراءات أمنية مشددة عرفها محيط المحكمة منذ ساعات الصباح الأولى، وحضور مكثف لقوات الدرك وشرطة مكافحة الشغب، مع تسجيل هدوء تام ساد المكان لولا بعض حالات الاحتكاك الخفيفة بين عناصر إيرا وقوى الأمن. تأكيد المحكمة الجزائية بمدينة ألاج للحكم الصادر بحق معتقلي إيرا وكاوتالي قبل أشهر ربما يزيد من تعقيد الملف، خصوصا في ظل رفض المعتقلين وهيئة الدفاع وهيئات حزبية وحقوقية لهذا الحكم. أبو بكر الإمام لقناة المرابطون ألاج.